التي شاركت في موكب المومياوات هي ابنة فنان راحل وفخورة بملامحها الفرعونية. بحضورها وأدائها الراقي استطاعت عازفة الإيقاع طوق علي أن تلفت الأنظار إليها في احتفالية موكب المومياوات الملكية التي شهدها العالم أجمع. طوق علي التي عبرت عن سعادتها وشعورها بالفخر للمشاركة في الموكب المهيب، لافتة إلى أن الاختيار وقع عليها من قبل الموسيقار نادر عباس. وأضافت طوق أنها انضمت إلى أوركسترا القاهرة السيمفوني منذ أن كان عمرها 17 عاما، كما أنها درست الإيقاع في معهد الكونسرفاتوار في مرحلة الطفولة. ولفتت طوق إلى أن التحضيرات الاحتفالية بدأت من شهر ديسمبر الماضي، ولكنها توقفت لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا، ثم عادت قبل الاحتفالية بأسبوع. وأضافت أن التحضيرات تضمنت بروفات عديدة وبخاصة قسم الإيقاع، وقالت كان تعب ومجهود بس تعب حلو. وعبرت طوق عن سعادتها بردود أفعال الجمهور، وبخاصة بعد معرفتهم أنها ابنة الفنان الراحل علي عبد الرحيم، وقالت والله انبسطت قوي ان الناس افتكروا بابا وبيجيبوا سيرته وبيربطوني بيه، واني احس ان امتداد لابويا دي حاجة لا تقدر بثمن، احساس جميل فوق الوصف. وقالت طوقة بابا كان دايما بيشجعني وكان دايما يقول لي انت هتبقي حاجة وهتوصلي في حتة، فالموضوع كان جميل قوي وحاسة انه موجود وكنت اتمنى انه كان يبقى موجود بس الحمد لله. قالت طوق علي عبد الرحيم عازفة الضف بحفل موكب المومياوات الملكية، فوجئت بردود الفعل على السوشيال ميديا وتركيز الجمهور مع أفراد الأوركسترا لأول مرة، والمشهد كان رهيب ولم يكن أحد يتوقع ردود الفعل، مضيفة أن التحضيرات للعرض بدأت في شهر ديسمبر والتدريب والعمل للنهار، مؤكدة أنا ابنة الفنان الراحل علي عبد الرحيم ودائما والدي كان يؤكد أنني سأصبح مشهورة يوما ما. وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها صلت التحرير المذاع على قناة صدى البلد أن البروفات كانت تقام عادة في الليل بالتزامن مع بروفات الموكب في ميدان التحرير، لافتة إلى أن عازف الإيقاع في الفرقة كانوا حريصين على التناغم فيما بينهم لتقديم أفضل ما لديهم. وعبرت عن فرحتها بعد مقارنة السوشيال ميديا بصورة فرعونة عازفة مرسومة على جدار إحدى المعابد معقبة، الأمر كان صدفة ولم تكن تعلم بهذه الصورة من قبل، وعارفة إن في لوحات جدارية للفرعونة فيها الضف والآلات اللي شبه الناي وآلات النفخ، لكن الصورة لم تكن مقصودة بهذا الشكل، وفخورة كون الجمهور يرى ملامحي فرعونية. ووجهت طوق الشكر إلى الملحن هشام نزيه والموزع أحمد الموجي المسؤولين، مشيرة إلى أن بروفات العرض بدأت منذ ديسمبر الماضي وتوقف فترة ثم عادت قبل الاحتفال بعشر أيام.